في سؤال ثاني من واحد من أخونا في اليمن وأوصاني أن أبلغك يا وأنا ما أريد أبلغك يا، هو سؤال عن ردك على البوطي، على فقال ردك بتعبير يعني كان شديد يعني شوية شديد اللهجة. لا لا هو محق في هو محق في تعبيره محق في بس لكن هو محق لكن يقول أخونا أنا قلت أنا مش أنا كلامي هو كلام أنا حبيت يعني بأمانة أوصله للشيخ ويقول تعبيره يعني كان شديد اللهجة وقد يكون صحيح كلامه لكن اسلوبه شديد كان شديد والبوطي هو عالم من العلماء فهو يريد الاسلوب ان يكون خفيف شوية ما ادري رد الشيخ على ذلك. ردنا نقول لهذا الاخ المجهول عندي اسمه ما بيهمني اسمه عبد الله لانه اذا سميت اللي ما راح اعرف ما هو وكتب لي كمان ورقة عشان بخط يده على هذا الكلام ما أعرف هذا الإنسان هل هو عرف البوطي هل عرف موقفه من الدعوة دعوة الحق يقينا لم يعرف. هو مثله مثل إنسان ضرب شخصا كفا فأوجعه وهناك رجل ثالث قال آذاه هو محق في قوله آذاه ليه؟ لأنه رأى ضاربا ورأى مضروبا لكن هذا الرأي الثالث لو علم أن المضروب بكف واحد كان ضرب صاحب الضرب بكف واحد ضربات كثيرة هل يقول هذا معتدي؟ هل يقول هو متشدد؟ ما يقول إن شاء الله ما يقول هذا الإنسان حينما يعرف حقيقة البوطي. لكن أظن هذا الإنسان الله أعلم هو من جماعة الإخوان المسلمين حزبي اسمع نص الكلام ما عليه جواب عندنا لا لا أقول إما هو من جماعة الإخوان المسلمين حزبيا أو على منهجهم فكريا لا بد من واحدة منهما ولا حزبيا ولا فكريا لا يمكن إلا واحد من الثنتين ينتهج نهي سلفي وهو يأخذ أفكاره من الشيخ بن باز وعليكم السلام وبركاته يعني كتب الولاء والبراء معليش يا أخي لكن هو عالم الانطلاق الكبرى هو إما أن يعرف يعني إما أن يعرف الموطي أو يجهله فإن كان يجهله فسبق الجواب فقد يجهله اسمعني فإن كان يجهله فقد سبق الجواب وإن كان يعرفه فهو أحد رجلين إما إخوانجي لا أو أنه على لا هو ضد طب صوي بالك يا أخي نص الكلام ما عليه جواب عليه أنا ما عمل لك لا إله تلي لا في إله خليني أكمل إما أنه حزبي أو على منهج الحزبيين هؤلاء الذين إيش هؤلاء هذون سياستهم تجميع الناس وتشكيلهم ورضا عن السلفي وعن الخلفي وعن الحزبي وعن الشيعي وإلى آخره هذه دعوتهم فهم ينكرون استعمال الشدة مطلقا وهذا ليس إسلاما إنكار استعمال الشدة مطلقا ليس إسلاما شو رأيك؟ كلامك حقيقة طيب أنا الآن أسمعك حديثا أنقل لصاحبك هذا قال عليه الصلاة والسلام من تعزى وأظن أنه ما يكون يمني ومشهود لهم بالفقه بحديث الرسول عليه السلام الفقه يمان والإيمان يمان لكن بسبب البعد عن هذاك الفقه يمكن ما لا يفقه إيش مقصود حديث الرسول عليه السلام من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه آه.
هذه شدة، شدة بلا شك في منتهى الشدة. من تعزى بعزى الجاهلية فعظوه بهني أبيه، لكن هذا الذي استعمل هذه الشدة هو الذي خطب بقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو الذي قيل له وإنك لعلى خلق عظيم، فصاحب هذا الخلق العظيم هو الذي قال هذه العبارة التي يستنكرها أمثال هذا الأخ الذي يقول أنا استعملت الشدة على البوطي. هو لا يعرف البوطي، هذا أحسن الظن فيه، وإن كان يعرفه فإذا ورد الاحتمال الثاني. طيب بدنا نصلي يا الله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن ينفع الجميع بما سمعوا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.